شكرا عليك. احمد ابو رشاد منير قول لي هذاك يسوق انا قلت لك اجي لي يا زكريا. شوف تي في. الله يرحم لي من الوالدين. انا كنخاف مع الصوره ديال هاد البلاد. امال الكراول راه تغاو. راه بزايد اصاحبي، راه بزاف اصاحبي، راه كثير عليك انت وكثير عليا انا وكثير على اي واحد. وراه ماشي كاروينه جوج ثلاثه، راه 20 60 80 كاروينه بزاف. الدنيا كامله كتولي عامره كبار، كامله كتولي عامره كراول. الله يشوف لينا شي حال الله يرحمه. اذا سمعنا اليوم بانكم انتم اللي خديتوا القرار باش خرجوا حبسوا الشانطي حتى دخلت السلطات. صافي هادشي اللي كاين. حنا درنا القضيه هي اللي قادت. واخا انتم علاش خديتوا هذه المرحله المتقدمه انكم تخرجوا تاخذوا حقكم بيديكم. سمعنا المعايير السبانه اخويا من مالي الكراول اللي عطى الله هو هذا والفوضى نيشان والفوضى وحاسس المخزن ديالو راه ما دايرش خدمته غادي راه كل مره بنادم السلطات السلطات فيها وفيها فيها كاينين عندنا حنا السلطات فيها كنبغي نشكر القايده من هذا المنبر والشيف ديالها وكاع رجال الامن اللي ساهموا اليوم بهذا المنبر معنا بزاف الناس هادو غيتنظموا ان شاء الله وغيكون الخير ان شاء الله بين كل شيء ان شاء الله بين المدينه زيد قدام ما بيناش ان شاء الله الكراول ما يقولوش الكراول هنايا حنا الله حنا ماشي ضد هاد الناس، حنا لا ماشي ضد هاد الناس حنايا، حنا ماشي الله قطعوا لهم رزقهم، حنا حنا باغيينهم يخدموا، باغيينهم يديروا ولكن بالواحد بالواحد، حنا شال عليهم كاملين، حنا ماشي حبسناهم قلنا لهم ما تخدموش ولا شي حاجة، واش كاين ولا ما كايناش؟ عنده وليدات والله عنده وليدات والله عنده وليدات. واش خرجتوا حبسوا الشانطي؟ الشانطي راه محبوس، حنا بنلعب الواحد بالواحد، راه كنشكروا السلطات المحلية، راه القايدة تاهي وقفت معانا، والشاف راه الشاف عبر الساق طويل والطبقة، أسرة كاملة ديال السلطات راه وقفوا معانا، راه كاين اللي خدام وكاين اللي ما خدامش، الله يرحم الوالدين، حنا الناس راه ماشي ضدهم، حنا ماشي قلنا لهم قطعوا لكم رزقهم، الله يحسن العوان، راه عندهم وليداتهم، راه عندهم وليداتهم، حنا بينا غايديروا النظام لرؤوسهم، كل واحد يدير النظام لراسه، يدخل كارويلة، يدخل كوتشي، يدخل الله يسهل عليهم، حنا ماشي قلنا لهم لا ما تخدموش ما ديروا راه كيدوزوا خواتاتنا كيدوزوا مواتنا عندنا والدينا هضرنا دعوه الله هما الاولين هما كيكملوا كيطلعوا ديورهم ينعسوا ياك وهاد البول حشاك وهاد السبل ديال البهايم ما حشوماش ما حشوماش هاد بنادم راه كل واحد عنده دار هنا راه لا اله الا الله هادشي اللي كاين الناس كاملين هضروا على الحقوق ديالهم حنا كنهضروا على الحقوق ديالنا حنا فين سيدو فين نيعو شو الحباسات ضيعوا حياتنا حنا نفس هاد الناس اذا انت المورد الرزق الوحيد اللي عندك هو الكرويله انا عندي والدي عندي امي وبا وخوتي كنصير عليهم ياك واش نوكل انا نشد الحشيش نضيع حياتي وانت انا كنترزق انا وكل شيء عند امي وبا كل شيء كنترزق حال الحوالي كيترزق واخا اش كتقول انت يا دابا اش كتقول في هادشي اللي كيقولوا هاد الناس حنا كنطلبوا من الحل كنطلبوا من هاد السلطه كنطلبوا من هاد السلطه حنا كنطلبوا من هاد السلطه دير لنا شي حل دير لنا شي حل علينا حنا كاملين على هاد الناس على هاد مول الحوايج علينا حنا وعلى الكل كل شيء مابقاوش شكراو ولا عطاو كريم بحال بحال الناس واش كنا متفقين بلا هاد الناس عندهم حنا عندنا كراول وما عندهم كواتشة وحنا ندخلوا نحن بالكواتشة عطونا كريم حنا بحالنا بحال خوتنا سير 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 بغينا
حنا بغيناش حاجه بغينا باش نخدموا. والصراحه خويا واخا خويا جاوبني على هذا السؤال الله يرحم بها الوالدين، جاوبني على هذا السؤال. هاد الناس الساكنه هادو تيقولوا بانهم جالسين مع والديهم مع ديورهم كيسمعوا الكلام الخيب، كيسمعوا الهضره، كاينه الفوضى، هادشي هما الاسباب اللي خلاو هاد الناس يخرجوا. كاين ماشي كلشي، كاين اللي باغي، كاين اللي بوليدات، وكاين اللي عنده والدين كيصير عليهم، كل واحد واش عنده. خلوا الوليدات، خلوا الوليدات، خلوا كلشي. انا كنقول كلشي الله يجيب الرزق، ومهم وما تنظروا معانا النظام، النظام النظام، حنا ما كنجيوش عايشين واحد، كلشي يخدم، كلشي يترفع، كلشي يبيع ويشري، كلشي. من الاخر الناس كاملين ديال العزيب الدراري يهضروا على الحقوق ديالهم، حنا ما نهضروش على الحقوق ديالنا. ادويد ويد هاد السيد عنده تا هو موبا وعنده اخته وعنده خو وعنده مرته شي يوكلهم، هذوك الدراري كاملين عندهم والدين ماشي شرطيه، وانا عندي امي وبا وعندي خوتي الدراري كيصيروا عندي بهايم وعندي كل شيء. الناس كيهضروا على الحقوق ديالهم، باغيين الحوالد، باغيين يترزقوا، حنا باغيين الحق ديالنا. ديروا معنا هاد السلطه دير معنا شي حل، الله يرحم لي من الوالد. علاش هما باغيين الحل وما حنا ما باغيينش الحل؟ اش كيتخلص؟ وعلاش هما باغيين الحل؟ شي ضريبه كتخلصها. عطينا كوتشيات، عطونا القرايب، عطونا القرايب بحالنا بحال الناس، عطونا القرايب. على حقك ماشي انت، هذاك الشيء اللي كاين. على حقك واحد دابا من الاخر العربات مجروره، ما خاصهاش تكون في المدار الحضاري، العربات مجروره ما تكونش في المدار الحضاري وصافي. هذا الشيء اللي بغينا اخويا، عينا من هذا الشيء الزبل، التحرشات بالبلاد، مراكش الرمل من القبة تدخل الصحة، الصحة طلع الكارويلة، وشنو هو هذا؟ فكري انت عزيب الدرعي راه كامل اخويا بيطار، راه عزيب بيطار كاملين نديروا الكراول، واش حنا كاملين نديروا كراول هنا ونولوا خدامين كنطلعوا القرية ونهبطوا؟ وهذا الشيء راه ماشي معقول اخويا. وهذا المخزن هذا راه ما دايرش خدمته، راه كندير خدمته، بنادم يكذب بدي جامل، كندير خدمته راه أول مرة غيحيد هذا الشيء، راه ما غاديش يبقى، وشكرا أخويا هذا الشيء راه بزاف. خويا الله يخليك، إذا خاصنا نحيدوا بعد هذا أش كيقولوا لي؟ نحيدوا هذاك ونتعاونوا ونحيدوهم، حنا ما بغينا نظلموا حتى شي واحد، ولكن حنا خاصنا نديروا النظام بعضياتنا. حنا نديروا النظام بعضياتنا، ما بغينا نظلموا حتى شي واحد، ولكن هاد الناس الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم هاد الناس، هاد الناس الله يهديهم. دابا السيد، دابا السيد حنا عرفناش قال لكم هاد الناس هادو كيضربوا على حق ديالهم، هاد الناس راه من طرف ديالهم منهم، هاد البول وهاد الشيء، الناس مضرورين كي اللي كديو زمو كيديروا. حنا عارفين، ولكن هاد الناس بغينا نعرفوا من الاخر، من الاخر هاد الناس خاص يخدم، لا عنده شي حاجه يخدم ديالو. الله يرضى، ماشي عاد الكوتشي ودير ليه شكراول، شكرا لك خويا. تاصلنا، تاصلنا يا عبد القادر، تاصلنا، انت جيتي انت من صنعت لي خويا صافي عسير. انا على هدر تا تقول شي كلمه، هدر باش تقولوا لا واه كاين مول كوتشي داير كرويله، مول كوتشي، مول كوتشي داير كرويله ما كاينش. هاد الظاهره انتشرت، عطونا النوبه، النوبه بلا الكواتشه. انا الدوليه الكرويله ديالي، الدوليه الكرويله، الدوليه الكرويله. داير كرويله راه ما كاينش. واخا واش ما كتسوسليو ما ان راه هادشي ولا فوضى؟ وفايد فوضى. الله يرحم الوالدين. فوضى. الرساله للمسؤولين خصهم يقوموا بهذا الدور. هاد العشوائيه ما تبقاش. انت بالعقل ما خصوش يبقى، انت بالعقل، ماشي احنا العشوائيه تكون. والله عباد الله. يلا سيدي. المغرب ان المواطن ولا تيطلب السلطه دير خدمتها.
حنا ما تنطلبوهاش دير خدمتها، خاصها دير خدمتها، واجب ديالها ان يطرى علينا الحق ديالنا هنايا، ماشي حنا تنطلبوها باش تعطينا حقنا، تنخلصوا لي زامبو ديالنا، ماشي معقول هادشي اللي تدير الدوله. باش قول ليه تفتح لينا حنا مصلحه، انت داير شكره ولا حشومه؟ والكراول بوحدهم والكوتشين بوحدهم، بغيتو تحيدو الكواتشي حيدوهم خلو الكراول، بغيتو تحيدو الكراول حيدوهم خلو الكراول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.